مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، وفقرتنا هتكون مهمة جدا لكل الستات وكمان كل البنات. كل الستات وكل البنات بيهتموا جدا جدا بالجمال، وهو طبعا عنصر أساسي لا غنى عنه عند كل الناس، خصوصا بقى البنات والستات. لما نيجي بقى نتكلم عن الشعر او وصفات للشعر، في ناس كتير بتقطع مشاوير انها تروح تشتري اي حاجه عشان شعرها، اصل شعري وقع، اصل شعري مقصف، اصل شعري فيه قشر، اصل شعري سبخته وحصل له مشاكل كتيره جدا جدا ومش عارفه ارجعه بطبيعته او بصحته تاني. دلوقتي بقى فقرتنا هتهم الناس اللي بيعانوا من المشاكل دي، هنعمل بعض الوصفات اللي تحافظ على جمال شعرنا وحيويته، وكمان ازاي نلمع شعرنا يكون لمعه طبيعيه بدون اي مواد كيميكالز. معانا مجموعه من الوصفات النهارده هنعملها هتعالج كل الكلام دي. ضيفتي النهارده اللي هتكلمنا في كل التفاصيل دي هي نور الفرماوي، صناعه محتوى وبلوجر. ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. الستات والبنات بيدفعوا كل فلوسهم في الشراء، شراء اي حاجه، وانا منهم. اي حاجه خاصه بالشعر وانها تعدل لك اي حاجه، ممكن تكون عندك اكتر منها في البيت كتير جدا، بس حد يقول لك ايه، اصل دي ما اعرفش جابت نتيجه معايا، اصل دي عملت مش عارفه ايه معايا. فالصراحه يعني ايه، بنشتري بطريقه يعني هستيريه. لان انا سمعته ان في بعض الوصفات ممكن تعالج حاجات كتيره جدا، والحاجات دي ممكن تكون موجوده في اي بيت من غير ما نروح نشتري او نكلف نفسنا. بالظبط. قولي ايه الوصفات اللي هنعملها النهارده عشان نعالج اي شعر فيه مشاكل عند الستات والبنات؟ احنا النهارده بقى معانا وصفات كلها طبيعيه موجوده في البيت ومش مكلفه خالص، وحاجات بقى بتعمل مفعول اكتر من حاجه ممكن نشتريها من بره. انا جربت. اول حاجه معانا ماسك لترطيب الشعر. الشعر انا حاجه عايزه اقولها مهمه جدا، ان الشعر محتاج يترطب زيه زي بشرتنا، لان لو ما ترطبش هيبقى هايش وهيبقى مقصف وهيتكسر، فكل ده بسبب ايه؟ عدم الترطيب طبعا. فاحنا نعمل ماسك في البيت جدا عادي، نرطب الشعر. اول حاجه معلقه زبادي. معلقه زبادي عاديه في بلدي عادي جدا، عادي اي زبادي عندك. معلقه ومعلقه زيت زيتون ومعلقه عسل وموزاي، مش هنحتاج اكتر من كده. بناخد معلقه من العسل، من الزبادي سوري. عارفه ان نروح، المشكله ان احنا بنكسل، يعني في ناس بيبقى عندها موس كتير جدا في البيت، موس اللي هو خلاص بقى بيبقى يعني اسود كده، اصلا ده عادي جدا لما نستخدمه على الشعر. بالزبط. بنضربه في الخلاط او في الكب او مع بعض الحاجات دي، ممكن ندخل كمان مواد تانية فعلا بترمم الشعر جدا جدا، وانا جربت فعلا الموضوع ده، كنت صبغت شعري وشعري اتقطع، فرق معايا جدا. الصبغه فعلا بتبهدل الشعر، بتبقى محتاج بعدها ان انت تهتمي بيه، عشان محتاج استمرار انك تبداي تصبغيه. الماسك بيرطب الشعر، وانت لو استمريتي على الماسكات هتحسي ان انت مش قادره تستغني عنها. صح. من كتر ما انت بتحسي ملمس شعرك ناعم وطري ومترطب، فبتحسي ان انت لا مش قادره تستغني عنه. حاجات بتبين الشعر فيه حيويه، خصوصا لما بنعمل شعرنا اللمعان. بالظبط. وعدم التقصف اللي فيه ده بيبان اكتر واحنا عاملين شعرنا، فده صحته بتبان اكتر. بالظبط، بيبان شكله حيوي كده وهيلثي زي الاعلانات بالظبط. تمام. خدنا معلقه من الزبادي. أيوة. هناخد معلقه من زيت الزيتون، بعد كده هناخد معلقه من العسل، هنقلب بقى كل ده في بعضه. وبعد كده بقى هناخد نص موزاي. الموزاي دي كبيره، يعني لو في موزه صغيره هناخدها كلها، خصوصا برضو ننقي الحاجات اللي بتبقى مهريه شويه عشان نهرسها. بالظبط، عشان تبقى تساعدنا لو هي لو مش هنضربها يعني في الكب او في الخلاط. بالظبط فعلا. خلاص احنا كده خدنا المكونات بتاعتنا، المفروض بقى ان احنا بنقلبها كلها في بعض. بس هو يعني ربع موزاي بس؟ انا بقى عارفه اللي هو ايه، عندي هي دي عشان كبيره، هي دي كبيره، كل ما تستخدمي اكتر تجيبي نتيجه اكتر. على حسب طول شعرك، يعني على حسب طول شعرك وكثافته، فانت ممكن تعملي كميه في الاخر تتهدر، فاهمه؟ فانت خدي يعني كميه متساويه من كل حاجه، بس المفروض ان احنا بنقعد نقلبها بقى لحد ما خلاص. طبعا قبل ما نهرس بقى الموزاي كده عشان الليكويد يبقى طالع شكله حلو، عشان الناس طبعا تتشجع. قولي لي، عايزين نعمل حاجات تانية شبه الماسكات دي ترمم الشعر. احنا النهارده معانا حاجات تانية هنعملها، هنعمل اعتقد حمام زيت، وهنعمل سكراب للشعر. قولي لي ايه اللي ممكن نستخدمه تاني زي الماسك ده؟ ممكن بديل الموز، بديل الزبادي، نعمل كده حاجات عشان الناس عارفه الحاجات دي ما ترميهاش قدام عينينا كده في البيت، تتشجع وتجنبها على جنب. الحاجات دي هنستخدمها ماشي، مثلا ميه الروزماري، هي دلوقتي معروفه قوي ان الروزماري اصلا بيعمل انبات للبيبي هير وبيملى الفراغات. حلو جدا. بتجيبي روزماري بتحطيه في ميه مغليه، بس مش بتغليه، تحطيه عليه ميه مغليه وتسيبيه يوم، بعد كده كل يوم بتحطيه على فروه شعرك زي الليسيون كده عادي. بالظبط. بتلاقيه بعد 3 اسابيع هيملى لك الفراغات وهيطلع لك البيبي هير. وميه الرز برضو اسمها وميه الرز برضو حلوه جدا. بالظبط. كل دي حاجات بصراحه طبيعيه واحنا مش عارفين قيمتها. احنا كده هرسنا الموز مع الزبادي والعسل، بناخد بقى المكون ده كله بنحطه بعد الفروه، مش بنحطه على الفروه، من بعد الفروه لحد الاطراف على شعر ناشف مش مبلول، بنحطه بنسيبه نص ساعه قبل الشاور،
بعد كده بنغسل شعرنا، هتلاقي شعرك فعلا حرير ملمسه طري جدا مش متشابك، تيجي تسرحيه تلاقيه مش هايش. فكل ده بيفرق. مشاكل تانيه صغيره بس برضو بتفرق، ان هو شعري بيتقطع وانا بسلكه، ما هو بيتقطع عشان هو متشابك وعشان هو هايش وعشان هو مش مترطب طبعا. طيب كده عملنا اول ماسك للشعر، ده مهم جدا جدا للشعر. وعايزين تزودوا حاجه، ده مني انا بقى، انا استخدمتها عارفه الفتوى بتاعتي كده في الاخر، معلقه مايونيز برضو دي بتبقى مهمه جدا جدا جدا، وانا فعلا سالت نور عليها، من الحاجات اللي بتطري الشعر فعلا، صحه للشعر، تبقى شعرك صحي وبتقوي الشعر، فدي من الحاجات الحلوه جدا. لمعه حلوه. ايوه دي حقيقه. طيب هنعمل تاني حاجه، حمام زيت مع بعض. حمام الزيت زي ما قلت لكم، زيت الروز ماري بيملى الفراغات وبيعمل انبات للشعر، بس هو زيت عطري، وهو عشان يديكي نتيجه مفعوله لازم يتخلط بزيوت مضاده للاكسده. ايه هي بقى الزيوت المضاده للاكسده؟ جوز الهند وزيت السمسم، دي زيوت مضاده للاكسده. فلما بتخلطيهم بيه بيديكي مفعول ونتيجه تحفه. بناخد 5 نقط من زيت الروزماري. انا ما اعرفش كلمه 5 نقط، اصل معلقه صغير، انا بدلق. ما هو بصي خلي بالك، ودي انا بقى عايزه اعرف لو احنا ما بندلق ده بيدور الشعر، لان انا سمعت برضو ان كتر الزيت في الشعر بيدور الشعر. بيدور الشعر دي حقيقه، عارفه ليه؟ لان هو كتره بيقفل المسام، مو كتير على الفروه، عارفه قفل المسام. ادي اكتر طاقه نتيجه اكتر. ده انا ده الايه، لا ما هو ده المتعارف عليه، ان احنا مش عارفين ايه الكميه، فبنحط بس ده بيسد مسام الشعر فبيخلي الشعر. طول عمري عندي قوانين كده في معينه وبسمع ان هي غلط برضو بعملها، ما اعرفش يعني، بدلق زيت واقول لك على حاجه بحس ان شعري نشف. ما هو بينشف، بيغير لون الشعر، دي حقيقه. ما هو على فكره، ما هو لما بيزيد عن حاله بتقلب ضده، بيدور الشعر. يبقى نستخدم بقى بالقطارات والنقط، لازم الكميه وبالمعالق الصغيره. اصل خلي بالك احنا كلنا فروه، يعني الفروه واحده، الشعر هو طوله اللي بيختلف، فالفروه مش محتاجه اكتر من كميه صغيره. صح، فاهمه؟ طيب هنشوف اول حاجه بقى، يعني اهو يعني ربع معلقه، 5 نقط من زيت الروزماري، بعد كده بقى معلقه من جوز الهند. جوز الهند الحلو صح؟ ماشي. لا جوز الهند ما فيهوش حلو. امال ايه اللي فيه حلو؟ ده اللوز. اللوز الحلو. اللوز هو اللي فيه الحلو. وده كده معلقه من زيت السمسم، بس بنخلطها. انا بقى بحب ادفي قوي الزيوت، بيقولوا بتجيب نتيجه اسرع. هل المعلومه دي صح؟ بتبقى تحفه. ايوه دي حقيقه فعلا، لانها بتدخل فبتخلي المسام تتفتح، فتعرف تتغلغل جواها. طب حلو جدا. بندفيها ازاي بقى؟ يعني مثلا احنا حطينا خلاص الزيوت في طبق، بنجيب طبق تاني فيه ميه، ميه سخنه، ونحطه كده. طب حمام يعني عادي، انا ممكن احطه في كنكه اسخنه تسخينه ولا على النار على طول؟ ولا بيسخن جامد قوي؟ لا هو اي حاجه بتسخن على النار بتفقد مفعولها، فاحنا مش عايزينه يتسخن. احنا بس عايزين مفعول يفضل فيه، احنا بس عايزين ندفيه. معلومه حلوه. فبتحطيه في طبق فيه ميه سخنه وتسيبي بصل بخار يطلع عليها، هتلاقيه دفي، هتلاقيه دفي معاك في دقيقتين. طب حلو جدا. بس بتاخدي بقى بالقطاره وتفرغي شعرك وتبداي تحطي بالقطاره عشان تحددي الكم. بالسرنجه كده نشيل السن بتاعها ونخلي فيه 5 سم 4 سم، هيلاقوا نفس دي المقدار اللي احنا عملناه، ونعمل على فروج بالظبط. يعني انا عايز اقول لك ان الكميه دي هتكفيكي وممكن تتبقى كمان. لان هو الشعر مش محتاج اكتر من الكميه دي. صح. دي كده اول وصفه. الوصفه دي بترطب الشعر جدا، مجرد ما بتخلصي الشاور وتغسلي شعرك وتنشفيه بتحطي كده ايدك في شعرك تلاقيه مترطب وطري جدا وملمسه بيبقى خطير بجد. اعتقد الكميه دي او المقدار اللي انت عملتيه ده مش هيلزق الشعر لدرجه ان انا هكون عايزه اغسله تاني. يعني ممكن نستخدمه كزيت يومي او زيت مثلا كل 3 ايام لو احنا مش بنعمل شعرنا سشوار او ببليس او كده. بس خلي بالك ان حمام الزيت لازم يتغسل، فاحنا مش هينفع نستخدمه كل يوم. هو يعني اقصى حاجه مرتين في الاسبوع. مرتين في الاسبوع قبل الشاور بالظبط. طب بس دي كده اول وصفه هتساعدك ان شعرك يترطب والبيبي هيطلع. بس انا كنت بسالك ان ده ممكن نستخدمه كزيت عادي مش جوز الهند، يعني مش بمقدار كبير ان انا اغسله عشان ده حمام كريم. ممكن بس جوز الهند لوحده، جوز الهند لوحده ممكن تاخدي نقطه وتحطيها ازا سيرم على شعرك، زي السيرم يعني بالظبط كده. طب حلو جدا، هيرطب الشعر. طيب معانا بقى اخر حاجه، سكراب للشعر، دي برده من الحاجات المهمه جدا جدا ونتيجتها بتبقى حلوه لكل الناس اللي بتعاني من بعض المشاكل في الشعر. هنشوف مع بعض هنعمل ايه ونشوف المعايير او المقادير هنحط ايه. طيب ليه احنا محتاجين نعمل سكراب للشعر؟ لان ساعات كتر الزيوت والاتربه والقشره والحاجات دي حتى لو غسلناه الفروه مش بتنضف 100%. فالسكراب بيشيل كل بقى الحاجات دي ويخلي الفروه تتنفس. ايه هو بقى السكراب ده؟ قهوه اكيد عندنا كلنا في البيت. طبعا. هناخد معلقه من القهوه وعليها شويه من الشامبو. يا ريت بقى عشان في ظل طبعا ارتفاع الاسعار في كل البرودكتس اللي احنا ممكن نكون عايزين نشتريها، الحاجات دي فعلا موجوده في البيت. وانا بقول لكم انا في حاجات كتير جربتها، وهي دي الحاجات اللي رجعت شعري. انا شعري اتحرق، يعني عملته مره صبغه بشكل نسيت اصلا ان في صبغه على شعري، باودر اللي هي بتفتح الشعر قوي،
فشعري اتهلك، ففعلا الحاجات الطبيعيه دي هي اللي رجعت لي شعري تاني. عندي حاجات كتير او ممكن اكون اشتريتها منتجات كتير، بس الحاجات الطبيعيه دي رخيصه وموجوده في كل بيت مصري، ممكن اي حد يستخدمها بشكل في الاسبوع، يعني كل اسبوع يعمل ماسك، يختار ماسك من ضمن الماسكات اللي احنا بنقول عليها. مهم جدا فعلا، كل اسبوع مهم، مهم جدا جدا. وانا فعلا بقول لكل الناس مش كلام ان الحاجات دي هي اللي جابت نتيجه معايا، مش الحاجات الغاليه ولا الماسكات ولا الشامبو الغالي، مفيش الكلام ده. والاستمرارية يعني اهم حاجه، خلي بالك أكيد. لازم نستمر ما نملش. صح كده. احنا عملنا السكراب، خدنا معلقه من القهوه ومعلقه من الشامبو ومعلقه ميه، يعني شويه ميه، معلقتين ثلاثه اهو، بعد كده قوامه بنحطه على ايدينا، تمام، بنفركه كده لحد ما يبقى فوم. بعد كده بنبدا نعمل مساج للفروه كده، نعمل مساج ونتاكد انها دخل في كل الفروه، بنسيبه يعني 3 دقايق وبعد كده نغسله. ممكن نعمل الخلطه دي مرتين، يعني مره في الاسبوع او مرتين في الشهر. جميل جدا. اعتقد برضو انت من ضمن الحاجات اللي ممكن تقوليها لكل الناس، السكراب للوش مهم جدا، اعتقد ده ممكن يستخدم. ممكن يستخدم، بس مش هنحط شامبو بقى، مش هنحط شامبو. ممكن نحط سكر، سكر مع بعض، مع القهوة، مع شويه ميه صغيرين قوي، مع ايه تاني، مع نقطه لا زيت. هيبقى سكر والقهوه، وممكن مثلا زيت جوز الهند. انا بحب اصلي مشاهديني جدا 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 فانا الحاجات اللي بستخدمها فعلا بقول عليها لانها بتجيب نتيجه حلوه جدا، والسكراب ده طبيعي بتاع ربنا، يعني مفيش بقى السكرابات اللي احنا بنشتريها وكده. بالظبط. وفعلا يا نور بيفرق جدا جدا مع البشره، في نضارة البشره جدا، وبيخلي الوش اكنك عارفه صنفرتي. أيوة بلدي كده، هو صنفره، ما هو القهوه مع السكر مع معلقه عسل صنفره، انت كده بتصنفري الوش. بعد كده بقى تروحي غسله وشك، بتلاقي وشك بقى في نضاره وشال كل الجلد الميت وكل الحاجات دي. نور الفرمول صناعه محتوى، نورتيني النهارده وكانت فقره جميله. قلنا كلام مهم جدا جدا لكل الستات والبنات اللي بتعاني من مشاكل مختلفة طبعا في الشعر، زي التساقط وزي التقصف وزي القشرة وزي عدم طول الشعر، حاجات كتير جدا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في فقرتنا. احنا فقرتنا انتهت ولكن حلقتنا لسه مكملة، نروح لفاصل قصير ونرجع تاني، استنونا.